السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من صريح جدا. عدد اليوم راح يكون من قرية تاريخية، قرية دوار المغانا ببلدية تارقة بولاية عين تيموشنت. هذه القرية اللي استفاد أهاليها من أراضي للاستصلاح، غير أنها تبقى من أبرز مناطق الدل بالولاية وتعاني عديد النقائص. تابعوا معنا. واش الشغل تاعكم في هذا الدوار؟ خاصتنا الاولى الطريق، اولادنا ما لقيناش فاش نقراوهم، رانا ندوهم منا حتى القريه. كاين النهار اللي نلقوا فوق شنو ندوهم نولعهم الكودرون، وكان النهار اللي نوصلهم حشاك على الزوايل القليله. انا هذه منطقه تاريخيه، هذه معروفه، هذه المنطقه معروفه، هذه نتاع شهداء، ها المقام تاع الشهيد اللي ما شفتوهش نعتوه ليكم. وضوا ركبوا لنا اللامبولات تاع الزنقه، راهم في عام حيت ركبوهم لينا، في عام كاين البلاصه اللي ها طاحت ما شعلوا لا ضو ولا والو. خصنا الطريق وخصنا الضو، راه فايت عام ركبوا لنا اللامبولات والضو كاع ما شعلش. احنا المشكل هذا تاع دوار المغانا، رانا في المشكل ما عندناش الطريق، هذه حاجه الاولى. حاجه جاوا البواطين جاب دارهم المير، راهم فوق العام وما خدموش. من هضرنا مع هودنا عنده نشكو، شا قالنا؟ قالنا خدمتي كملت، قالنا باقي صونا الغاز تجي تخدم لكم الضو. حاجه الزوجه الماء ما عدناش، وهذا الضو ملي ركبوه راه فوق العام ركب ومازال ما خدمش. الناس دروك هنا باش تتمشى في الليل تتمشى باللامبيل، وتعرف بلي هنا بلاصه هذه ايزولي فيها حيوانات، تلقى الديب تلقى الحلوف تلقى تولا، اسكو كي ما يكونش هذا الضو البص كي يتمشى يخاف على روحه ولا ما يخافش؟ احنا عندنا مشكله تاع الطريق وتاع الضو، بس تاع الاخرى يعانوا. الكار يلحق هنا كاين زوج كيلو علينا ما يلحقش عندنا، ما يطلعش هنا. يعني تتمشوا زوج كيلو باش توصلوا ولادكم انت ما يديهم البيت؟ واه ما يلحقش عندهم، مو تاع مشتا يعانوا البز، ظلمة كيسموه يعانوا البز. الطريق راك تشوف، لامبولات راك تشوف، ثانيا ما يشعلوش في الليل، نصهم راه طايح. مشكل. هاد الدوار هنا ساكنين؟ ساكنين هو. يعني ماشي فترات برك ساكنين؟ لا ساكنين هلا العام، مشتا صيف هلا العام. وهنا يتربوا المواشي و ربوا المواشي، دايرين فلاحه شجره. وتحتاجوا للماء؟ نحتاجوا الماء. راكم تجيبوا الماء؟ الماء دايرين من جوارينا. هنا هي كرما داليه، داليه وصلها نايضه، الكرما نايضه، كل شيء واجد، بصح لا غالب ما الطريق لا غالب. مسؤول يجي يزوركم هنا ولا جاي عندكم؟ ما كانش مسؤول، احنا اللي جينا، ما كانش مسؤول يوصلنا. ولي ولايه شاف دايره رئيس بلديه؟ لا شاف دايره، ما وصلنا والي، ما وصلنا والو، ما كانش واحد وصلنا. المشاكل تاعنا تكمن في الطريق، الطريق غير معبده واكسيدونت يعني مقطعه، وثاني ليكليراج بيبليك راهم دايرين الضو، حطوا البوطيات راه فيه اكثر من عام وطلعوا لي لومبادار، ويعني نشكروا الناس اللي جابوهم، ولكن باش يكملوا العمليه ما كملش الى حد الان. طلع عندنا ما كانش يطلع، اللي لوطو جديده يطلع عندنا، بصح اللي لوطو ماشي جديده ما يطلعش. هنا فاش انا مقبولين قلت لك الطريق مقبولين فيها، هذه الوصايا اللي نوصوا عليها. هذه منطقه دير بنتي يا زين؟ واه منطقه، انا تشوف هنا راكم تشوفوا اطلق عينك تشوف قاعد تشوف الحاله اللي رانا فيها احنا. الله غالب. سكان ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء. مين راكم تجيبوا الماء والضوء؟ غير من عند بعضنا. واحد يعطي الخو خيط على 100 متر ولا يعطيه تيو تاع برونشي معاه الماء قيم الكونتور تاعها. هذه ثاني مشكله كبيره ورانا نتخبطوا فيها. وهذا المير كل ما يقول لك باين يدير حاجه ما كان والو، تهود عنده تبغي تستقبل عليه دير لي كارت كول عند الباب، ما يخليهمش يدخلوا عنده. هذه حاجه الاولى، وانا الاولى نهضر بهذا الشيء، بغينا ندخلوا عنده ما خلاوناش. كيفاش تتنقلوا انتم هنايا؟ مركبات ما يوصلوك؟ ما يوصلوناش، ما يوصلوناش، ما يجيكش. اللي تقول له يقول لك خاسره. كيفاش تتنقلوا؟ تهود تاع دير سطوب. تهود تاع البلايك دير سطوب. راك فاهم؟ انه تعرف. باش تخطو صوالحكم تهودوا حتى البلديه تاعك، يعني ما كاش محلات. البلديه تابل ما كاش، ما كان والو، حتى البلديه تهود دير سطوب وتهود انه تصوب، اش غادير؟ واه منطقه تاع شهاده ودوار معروف
كاين نقاط هنايا وين يقولوا سقطوا في ميدان الشرف شهداء. واه ها وين المغان تاعهم ومعروف كاع، اي واحد سقسيه يقول لك دوار المغان كاع يعرفوا دوار معروف. مع ذلك ما كانش مسؤول تاعكم؟ ما كانش، ما كانش اللي جانا. وانتم تواصلتوا مع المسؤول رحتوا عنده؟ وصلنا وطريق قال لك درك تجي درك تجي درك تجي راك تشوف تبعها منك راح دايره عندك منك يدير تعاني كلونديسا باش يطلع عندك في الليل ما يطلعش. والغاز هاو فايت علينا الغاز كي روحنا عندهم صح 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 ها راه غاز فايت علينا. يعني انتم لا غاز لا ما لا ضو؟ لا ضو لا الماء لا غاز لا كلش بزاف صوالح مخصوصين وطريق راك تشوف بعينك ها راه طريق. والغاز اللي قال لكم القرعه والقرعه باش تنقلوها اللي قال لكم الطريق؟ القرعه نعمروا بقرعه قرعه غديها منا على ظهرك. بلاد هذه يا وليدي بلادكم الله يصلح بلادنا من بلادنا باش نسكي بحياتي في البوطي يفرق ترمينيك في بلادنا.